وهو مش بس الأطفال بيحصل لها تنمر، لا كمان في الشغل مدرسين ممكن يحصل بينهم تنمر. يعني أنا دي قدامي، أنا يعني أعرف مدرسين، واحدة متنمر عليها محترم، يقعدوا يطلعوا عليها كلام، يتكلموا مع بعض، يتوشوشوا، الست دي تتدمر نفسيا فعلا. ده حقيقي. فإيه حل بقى الموضوع ده؟ يعني إيه حله؟ ونرجع للموضوع بقى التربية. مش هو مبدئيا فكرة ان التنمر مش بس على الاطفال، التنمر ممكن يحصل مع الكبار سواء كانوا مدرسين او ناس بيشتغلوا عادي او بين الازواج، زوج يعمل تنمر على زوجة او الزوجة تعمل تنمر على زوج، التنمر ده كبير جدا. التنمر احنا زي ما قلنا في البداية هو اي اعتداء جسدي او نفسي، انت كده عملت لي تنمر. طيب فكرة ان في ناس بيتنمروا على شخص، هو ده معناه ان الامور وصلت ان انت تعديت حدودك عليا، سواء بقى كانت حدود نفسيه او جسديه. وبما ان احنا الى حد ما في مجتمع مش هيحاسبك قوي على الحدود النفسيه، لو فيه فلانه قالت لي كلمه فانا اتضايقت، مع ان دي حاجه طبعا بتدمر ناس كتير، فانا خلاص حل الموضوع ان انا لازم اخد خطوط كده فاصله لما يحصل اي تعدي عليا، اروح لاداره مختصه، اروح لمكان مختص، اقف للشخص ده فعلا على الكلمه اللي هو قالها لي او على الاعتداء اللي هو عمله، ولازم يقف عند حده. المتنمر شخص ضعيف بيخاف منك اول لما يحس ان انت خلاص بقيت قوي. المتنمر دايما ينقي الشخصيه الضعيفه، لان هو بصي المتنمر شخص عارف قدرته جدا، لان احنا لو رجعنا للنقطه اللي اتكلمنا فيها قبل كده ان المتنمر شخص بيحصل عليه تنمر، تمام؟ فانا شخص انا حصل لي ضرب او حصل لي اهانه او حصل لي شتيمه، فانا هعمل ايه؟ انا اروح اطلع ده على حد، بس انا هنقي حد ضعيف اعمل عليه كده. يعني دايما المتنمر اتنمر عليه قبل كده بالظبط، لازم، دي قاعده. ودي الكارثه، دي الكارثه اللي كلنا ما بناخدش بالنا منها. كل واحد بيركز انا هعمل ايه مع ابني عشان ما يحصلوش تنمر، بس محدش بيركز ان هو انت ممكن تكون عملت ابنك متنمر. انا هقول لك على حاجه، انا جات لي وليه امر في جلسه بتقول لي بيقولوا لي في المدرسه ان ابنك عنيف وبيضرب وبيشتم، مع ان الواد في البيت اخواته بيضربوه. انا مش قادره اصدقهم، مع اني اول ما حكيت كل القصه انا فهمت ان انتوا اللي خلقتوا منه يعمل كده. هو حاسس في البيت ان انا ضعيف مش قادر اضربكم او قادر اعمل معاكم حاجه، بس انا هروح انقي في المدرسه اللي انا قادر اضربه وهضربه، وهي دي المصيبه. فالمتنمر شخص ضعيف. يعني انا دلوقتي لو خلاص حد بيعمل عليا تنمر سواء انا كنت مدرسه او حد في شغلي، انا لازم اوقف عند حده، وهو هيقف لان هو ضعيف. هو لو حس بقواكي هيبطل، لكن طول ما حاسس ان انت ضعيفه او واخده الموضوع يا عيني، او انا مثلا ماليش حد، لان المتنمر بيعمل حركه تانيه ذكيه، بيحاول يصطاد ناس معاه. لو دايما تلاقي زي ما كنا بنقول كده اللي هو ايه، الطفل الغلس في المدرسه بيبقى ليه شله، ما بتلاقيش واحد غلس لوحده كده، بتلاقي مجموعه مع بعضها ممكن يكونوا بيساعدوه في ان هم مثلا يقولوا لا فلان ما عملش، لا فلان ما ضربش، يعني مش بيبقوا زيه في العنف بس بيساعدوه. هو بينقي بقى فكره ايه، انا واحد ومعايا ناس، فانا هنقي اكتر شخص ضعيف. لو انا بقى كواحده بيحصل لي تنمر وبدات ان انا اخد بقى موضوع ان هو تحدي بيني وبينك، انا شخصيه مش ضعيفه وشخصيه قويه، وان انا مش خايفه ان انا ماليش حد زيك، لا انا ليا اصحاب وليا ناس وقادر اخد حقوقي، لا هو هيبطل هيبطل جدا. بصي عامله الموضوع زي اللي هو ايه، انت شايف حدودك فين؟ لا اطلع بقى، اطلع بره الحدود دي وعرف اللي قدام منك ان انا مش هينفع اسكت كده، وان الموضوع بره تماما الطيبه. اصل في ناس كده بيجوا لي في الشغل يقولوا لي احنا حصل لنا تنمر، بس انا ما بحبش المشاكل، اصل انا شخصيه ما هو ده الواحد ممكن يكون خايف انه يتكلم عشان هيلاقي الناس كلها قلبت عليه. هتتعود. بمعنى دلوقتي انت في شغلك عارفه ان في واحد ينفع تقولي له ايه صباح الخير تعملي كده، او ما تقوليلوش صباح الخير، في واحد لا ازاي حضرتك عامل ايه وبمنتهى الادب والذوق. هو ايه الفرق؟ هو ده بني ادم وده بني ادم، بس ده عمل لك حدود وقواعد. طيب انت مع الوقت اول ما جيتي الشغل ولقيتي الشخص اللي هو الجامد قوي والقوي ده كل الناس قلقانه مثلا منه، بس لو بداتي تتعودي وتتكلمي معاه واحده بواحده هتلاقي شخصيه كويسه. اللي هو مثلا ايه، لو انا هاخد المثل بتاعك، انا واحده بيحصل لي تنمر فانا خايفه اللي حوالين مني يقولوا لي ان انت بقيتي غبيه ومش هنتعامل معاكي، هما مع الوقت هيتعودوا ان انا ما بسمحش باهانتي، واللي هيقرب مني بوجه حسن هيلاقيني كويس، لكن اللي هيقرب مني عشان اهانه لا طز مش هعمل اي ده. تمام.